وخيرك موطن فيه ارتياد. نهلت الخير دجلة أو فرات، وعنبرك الشدي له اضطراب. سنابل قمحك الجذل عروس، يغازلها كهولك والشباب. سيبقي داعش للموت حتما، وتبقى موصل الفيحة شهاب. ففي وطني رجال عمدوه التراب، نجومك لا تزال تضيء رغما، وشمسك يا عراق أبدا تهاب، وشمسك يا عراق أبدا تهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المهرجان حقيقة رائع. هذا المهرجان اليوم بين تعاون بين منظمة الصحة والرعاية الاجتماعية في العراق وبين مديرية التربية في محافظة صلاح الدين لتبيان مخاطر مخلفات الحروب، إضافة إلى الأجسام الغريبة الموجودة في مدنة في محافظة صلاح الدين. وكانوا موفقين بإيصال الرسالة واضحة للناس، وأيضا حقيقة كانوا بارعين بموضوع التوعية والتبصير بهذه المخاطر. ونحن نعلم جيدا عدد الضحايا والمتضررين من هذه المخلفات ومن هذه الأجسام الغريبة،
لذلك نوجه تحية إلى مديرية تربية محافظة صلاح الدين بكوادرها ومدارسها، ونوجه تحية إلى هذه المنظمة الرائعة التي عملت خلال الأشهر الماضية على إيصال هذه الرسالة وتوعية المجتمع لهذا المخاطر، وشكرا جزيلا. إسماعيل خضير هلوب، النائب الأول لمحافظ صلاح الدين. حضرنا اليوم المسابقات الأدبية والفنية اللي قامها النشاط المدرسي بالتنسيق مع منظمة الصحة والرعاية الاجتماعية. الهدف من هذه النشاطات هو لدرء مخاطر ومخلفات الحروب، وكانت هناك حملات توعية كبيرة في مركز المحافظة، وأيضا سوف يبدأ التحرك إلى الأقضية الأخرى من أجل توعية طلبة المدارس والأهالي على مخاطر مخلفات الحروب. هذه خطوة رائعة جدا حقيقة تقوم بها المنظمات لأجل توعية أبنائنا وأهالينا في كل المحافظة على مخاطر الحروب، خاصة كانت محافظة صلاح الدين من المحافظات التي تعرضت إلى مخلفات الحروب خلال فترة منصرمة. تمنياتي لأهلنا في محافظة صلاح الدين بالسلامة، وأتمنى أن يكون عندنا وعي كبير في كيفية التعامل مع المخلفات التي خلفتها من الحروب في الفترة المنصرمة. نزل سرحان ذياب، مدير عام تربية صلاح الدين. خالدة مراد علي من دائرة شؤون ألغام قسم التوعية والإعلام البيئي. إحنا كدائرة يعني دائرتنا مهمتها مخلفات الحربية، ويعني شو نقول محافظة على يعني البيئة وكذلك على المخلفات الحربية. يبدأ من شريط الحدودي مال إيران من بداية الحرب الثمانينات ولحد الآن. فالمكافحة عندنا إحنا الأقسام بها، الأقسام دائرة شؤون ألغام بها المسح التقني للمخلفات الحربية، بها قسم التوعية والإعلام من مخلفات الحربية، بها قسم للنازحين لمساعدة النازحين لمناجاة النازحين لتوزيع المواد التوعية، يحمل شعار دائرة شؤون ألغام نحو العراق خالية من الألغام، نوزعها بالمدارس وبالمخيمات الموجودة بالموصل بحسن شام ببغداد بتكي الكسكزانية بالمحافظات الكربلاء مجمع رقية. أقسام يعني مخيماتنا هواية نوزع بها على اللي نقدر عليها. منظمة الصحة والرعاية الاجتماعية في العراق منظمة توعية والتثقيف من مخاطر مخلفات الحروب. المنظمة برنامجها في محافظة صلاح الدين قضاء تكريت. خلال 6 أشهر قدمنا برنامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، من منزل إلى منزل، من مدرسة إلى مدرسة، من حارة إلى حارة، من منظمة إلى منظمة. شاركنا جميع المنظمات في التوعية والتثقيف، وعملنا دورات تثقيفية وتوعوية لفئات كثيرة من المجتمع، مثل المدرسين، مثل قطاع الصحة، مثل قطاع المنظمات المدنية، مثل قادة المجتمع المدني، مثل سفراء شباب المجتمع المدني. بالمناسبة سفراء المجتمع المدني وقادة المجتمع المدني من المتطوعين واللي عددهم 36 شخص شاركوا مشاركة فعالة خلال 3 أشهر في عملية تثقيف وتوعية جميع فئات المجتمع في محافظة صلاح الدين قضاء تكريت. تحت شعار بالفن والأدب ننشر ثقافة المحبة والسلام، أقام قسم النشاط المدرسي في مديرية تربية صلاح الدين حقيقة مهرجان لفن الرسم والقصائد والشعر والفعاليات، وهناك كانت أوبريتات قدمت للمرحلة الابتدائية وللمرحلة الثانوية، وبمعدل بمشاركة 14 مدرسة من قسم تربية تكريت. هذا جاء بالتعاون مع منظمة الصحة والرعاية الاجتماعية في بغداد المركز العام، وفي فرعها داخل محافظة صلاح الدين في تكريت تحديدا. الغرض من هذا المهرجان هو تثقيف لدرء مخاطر مخلفات الحروب. كانت الفعاليات والأوبريت والمشاهد المسرحية التي جسدت هو تثقيف وتعريف ماهية المخلفات هذه من عبوات وقنابل تدرأ بالخطر لأبنائنا التلاميذ والطلبة وعموم المجتمع. لكن الحمد لله والشكر
وفقنا بنشر هذه المعلومة، ووفقنا بإقامة هذا الأوبريت والمشاهد المسرحية والرسوم، وطبعا بدعم من السيد مدير عام تربية صلاح الدين الأستاذ منذر سرحان ذياب وحضوره. كان أيضا داعم بحضوره دائما لنشاطات قسم النشاط الرياضي المدرسي والأستاذ إسماعيل خضير الهلوب الذي حضر ممثلا للسيد محافظ صلاح الدين. شكرنا وتقديرنا كل العاملين في قسم النشاط الرياضي والمدرسي شعبة البيئة والصحة المدرسية على هذه الجهود، وخرجنا إن شاء الله بحصيلة تدعم العملية التربوية وبحصيلة تثقف كوادرنا التربوية التي تعتبر هي أكبر شريحة مجتمعية داخل المجتمع، نستطيع من خلالها تثقيف جمهورنا من مخاطر مخلفات الحروب. علاء حسين ياس، مدير النشاط المدرسي في مديرية التربية صلاح الدين. يتفضل الأستاذ.